ربنا مستمتع بكأس العالم كابتن جدا رمضان؟ جدا الحقيقه. يعني الحقيقه المنافسه زي ما انت بتقول بالظبط، يمكن احنا كنا بنبتدي نحضر نفسينا من دور ال 16. اعتقد ان في مباريات في دور المجموعات الحقيقه مباريات قويه جدا جدا، ومباريات فيها مفاجآت يعني رهيبه. يعني لما حد مثلا يجي مثلا يقيم قبل دوري المجموعات الحقيقه، يقول مثلا اليابان تكسب اسبانيا وتكسب المانيا، السعوديه تكسب مجنون، يقول له انت مجنون ولا ايه؟ تقول له كده، لازم تقول له كده. يعني يا عم انت جاي تهزر ولا ايه؟ فرقتين كبار جدا جدا صحيح. جدا، وفرقه لا مش موجوده. السعوديه بتكسب ارجنتين في اول مباراه الحقيقه، لا الكاميرون بتكسب برازيل، الكاميرون بتكسب برازيل لاول مره، فرقه افريقيه بتكسب برازيل، برازيل تونس بتكسب فرنسا الحقيقه، وبطل عالم لا يعني الحقيقه، المغرب بتكسب بلجيكا طبعا، وكوريا بتكسب البرتغال طبعا طبعا طبعا. في الحقيقه نتائج غريبه، ونتائج بتقول ان الفيصل في الملعب في 90 دقيقه، انت محضر ايه في ال 90 دقيقه كتيم، وده هو ده الفيصل، مش الفيصل في الاسماء. الجرأة دي بتيجي منين يا كابتن رمضان؟ يعني انا هحط نفسي مكان المديرين الفنيين، انا بلعب في اهم واكبر بطوله في العالم، يا بلعب في اهم بطوله بيحلم اي حد يشارك فيها، والمشارق متعلقه، يعني فاهم قصدي؟ طبعاً فاهم حجم الضغوط، لو انا غامرت وطلعت لا قدر الله بخساره او بفضيحه، يعني المشارق متعلقه على طول، ففي ضغط وفي توتر وفي جماهير مستنيه، وبلعب قدام، انا بتكلم طبعا عن مديرين فنيين منتخبات سواء الافريقيه او العربيه، وبلعب قدام منتخبات مرشح اغلبها مرشح، الجرأه دي بتيجي منين؟ وهل الحسابات ابتدت يعني او الفوارق ابتدت تدوب زي ما بيقولوا، ولا القصه شايفها ازاي؟ هي الفوارق ابتدت تدوب دي حاجه، لكن الحاجه الثانيه انا الحقيقه بحط نسبه كبيره جدا جدا من اللي احنا شفناه للمدربين. المدربين الجرأه اللي لعبت بيها المدربين هي ده سبب رئيسي في انك انت تشوف التحول اللي موجود دوت، او اللي احنا شفناه الحقيقه. يعني انت النهارده مثلا لما تيجي تقول السعوديه مثلا بتلاعب ارجنتين في اول مباراه، الطبيعي هم نفسهم الجمهور السعودي والجهاز الفني وكل الناس بتقول مباراه قويه جدا جدا، احنا ولو خسرنا ما حدش يقدر يقول لنا حاجه، ده احنا يعني بنتمنى مثلا نخسر مثلا خساره قريبه واحد مش عارف ايه. لما المدير الفني في الحقيقه رينار الحقيقه لعب ضاغط، يعني لعب المباراه دي ضاغط على الارجنتين، الارجنتين ما كانش بيعرف يطلع من الثلث الدفاعي بتاعه، يعني ده حاجه، وكان اولا كان عاملها بشكل نموذجي، بيلعب ضاغط من فوق وفي نفس الوقت المدافعين بتوعه على خط السنتر. ايوه. فطبعا الضغطه دي ما ادتش مساحات للاعيبه الارجنتين تطلع من تحت تبدا هجمه من تحت، وفي نفس الوقت ما ادتش مساحات لميسي. يعني على طول ميسي كان في اتنين تلاته لعيبه بيراقبوه، مفيش. وزيد حضرتك مش شعر بيت بعد تقدم الارجنتين الكل توقع انه الامور انتهت بالزبط. وان السعوديه هتنهار وان الواحد ممكن يبقى اتنين ويبقى تلاته. فكان الحقيقه الريمونتادا كان العكس تماما بالظبط، قدرت السعوديه تتعادل وقدرت السعوديه تتقدم كمان. ده الحقيقه نموذج اتكرر كتير جدا.